بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نرجع إلى درسنا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب القوانين الفقهية. انتهينا عند الباب السابع وذكر فيه مبيحات الإفطار، قال سبعة: السفر والمرض والحمل والرضاع والهرم وإرهاق الجوع والعطش، وكذلك الإكراه. بدأنا في السفر، ذكرنا دليل جواز الإفطار، ثم أشار إلى خلاف العلماء في أيها أفضل. فالمذهب أن الصوم أفضل، وهو قول الجماهير هو قول أبي حنيفة وكذلك الشافعي رحمة الله للجميع، وقال الحنابلة وكذا للمجيشون بالمالكية الفطر أفضل، وقيل هما سواء. من العلماء من قال الفطر والصوم كلاهما سواء، وبعضهم فضل الفطر عند ملاقاة العدو. وقف جوالك يا أخي، الله المستعان. يعني لا احترام مسجد ولا احترام جمع ولا الدرس ولا الشيخ ولا... وقال بعض العلماء الأيسر على المسافر هو الأفضل، فإن كان لا يشق عليه الصوم وهو أيسر عليه فهو أفضل، وإن كان لا يقوى على الصوم بمفرده إلا في جماعة الناس، فيرى أنه لو أفطر ثم أراد أن يقضي في أيام السنة فيشق عليه، قال الفطر الصوم أفضل، الصوم أفضل، وإن كان يرى الصوم فيه مشقة فالفطر أفضل، فأيسرهما هو أفضلهما. والأحاديث في الباب كثيرة، والأقرب هو هذا، الأيسر هو الأفضل، لقول ربنا تبارك وتعالى: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ جاءت ألفاظ في هذا الحديث، قال: إن صمت فحسن وإن أفطرت فلا حرج، وقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، وفي رواية قال: انظر إلى أيهما أيسر عليك ففعله، الأيسر عليك ففعله. وهذا قال به عمر بن عبد العزيز من الفقهاء، وكذلك قتادة، وقال به أيضا من الفقهاء الإمام بن المنذر وغيرهم رحمة الله تعالى عن الجميع. وجاء في حديث كثيرة ما يدل على جواز الصوم وجواز الفطر، تفضيل الصوم أحيانا وتفضيل الفطر أحيانا، ووجوب الفطر أحيانا، كمثل الرجل الذي كان صائما وصاروا يضللون عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ومثل الحالة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر، فقيل له: فلان وفلان صام، قال: أولئك العصاة. فمجموع الأحاديث وهي كثيرة تدل على جواز الفطر وجواز الصيام، وأنه قد يترجح دمع الآخر، وأنه في كل الأحوال يجوز هذا ويجوز هذا، وليس لأحد أن ينكر الآخر،
قال أنس: كنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر، لا يعيب الصائم المفطر ولا يعيب المفطر الصائم. وكنا نرى إذا رأى المسافر القدرة فصام فهو حسن، وإن لم يرى القدرة القوة عن الصوم فأفطر فهو حسن. فهذا الأظهر والله تعالى أعلم. وقد يترجح حدوما قلت لي لموجب، قد يترجح الفطر ويجب الفطر إذا كان يبلغ به مشقة وتعب وإعياء أو يفوت أمور لازمة. نعم. وقد يجب الفطر أيضا إظهار لجوازه. الآن الناس يذمون المسافر إذا أفطر، إذا أفطرت في السفر وكأنك ماذا؟ وكأنك ارتكبت جرما وكبيرة من الكبائر. وهذا في الحقيقة لا يجوز أن تنكر. يعني لو سافر الإنسان في رمضان من هنا إلى ولاية بومرداس، من هنا إلى ولاية بومرداس كم مسافة؟ أكثر من 100 كيلو. آمين. فيسافر، ممكن يروح من هنا الساعة 8 يقضي صلاته الظهر يصلي عندنا ولا لا؟ يجوز أن يفطر ولا ما يجوز؟ يجوز. بعض الناس ينكر. ففي هذه الحالات إنكار الشرع قد يجعل من هو محل اقتداء عند الناس يفطر، وإن كان لا يظهر ذلك، لأن الناس لا، ليس كل واحد يعلم أنك مسافر أو لا، لكن بين من يعرفه، بين ماذا؟ بين من يعرفه. فينتبه الإنسان على حكم وهو باقي. قال: وإنما يباح به الفطر بأربعة شروط، وهي: المذهب أن الفطر في السفر جائز بأربعة شروط. الأول: أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، وهذا في قول جماهير العلماء. إذا كان السفر مباحا يعني سفر جائز، عندك حاجة تجارة ولا شيء تشتريه ولا كذا ولا موعد ولا مسابقة، المهم شيء السفر مباح. ومن باب أولى السفر الواجب والسفر المستحب، من باب أولى. واشتراط السفر المباح لإخراج الممنوع غير المباح، اللي هو السفر المعصية، اللي هو سفر المعصية. فجماهير العلماء يرون أنه لا يجوز الفطر في سفر المعصية، لأن المعصية لا يعان عليها بل يمنع منها. هو راه مسافر لمعصيته، راه يقطع الطريق ولا رايح يقطع البحر، ها رايح حراق مسكين، هو اسم حراق تكفي في الذم ولا لا؟ المحروق مذموم ولا ممدوح؟ المحروق مذموم، هو محروق. كي جيت قدم ملف تاعك للإدارة قال ما كان لا نقدم، راه محروق محروق عندهم، ما كان سمى اسمه مذموم. إنسان مسافر سفر معصية يجوز يفطر. العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيره بل الجمهور قالوا إذا قلنا لا يجوز لك أن تفطر أحنا أولوفنا نعينه في المعصية، فلا يجوز، لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز أن يفطر. وإذا أفطر لزمه القضاء، إذا أفطر لزمه القضاء. لماذا؟ للتأويل، اللي هو السفر، اللي هو السفر. لكن هو آثم، لكن هو ماذا؟ آثم. ويفرقون بين المعصية في السفر وبالسفر، فالذي لا يجوز المعصية بالسفر كون السفر هو نفسه معصية، مسافر باش يقطع الطريق، باش يعتدي على الناس، ليظلم، ليرتكب حراما، ليفعل حراما، يعني السفر نفسه ذاته حرام، هذا الذي لا يجوز أن يفطر فيه عند جمهور العلماء. أما إذا كان سافر سفرا مباحا
وفي أثناء السفر وقع في المعصية، فهذا هذه معصية في السفر وليس معصية بالسفر، ففرق بينهما، فرق بين الباء وفي. هذه سميها العلماء حروف المعاني، الباء وفي، يدرسون في الأصول، لها معاني قد تتحد وقد تختلف. الباء تأتي للسببية والفاء وفي تأتي للسببية. دخلت امرأة للنار في هرة، في هرة يعني بسبب، واضح؟ وقال جل وعلا ذلك بما كنتم ها تستكبرون على الله، أي بسبب بما قدمت أيديكم، أي بسبب. فالباء سببية وفي سبب، لكن هنا في سياق الفقهاء في فرق. فالمعصية بالسفر أي أن السفر نفسه معصية، قالوا لا يفطر. أما المعصية في السفر فالسفر واجب أو مستحب أو مباح، وفي أثناء السفر وقعت منه معصية، فهذا يجوز له أن يفطر. فقال الشرط الأول أن يكون السفر مباحا. أبو حنيفة قال الفطر جائز وإن كان السفر معصية، وهذا قول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك بعض المحققين في الفقه، فقالوا الرخصة معلقة بالسفر من غير تحديد لنوعه، بل الرخصة معلقة بجنس السفر، أما نوعه سفر طاعة معصية واجبة مستحبا مباحا مكروها حراما، فهذا تتعلق بأحكام أخرى، عليه إثمه، عليه ماذا؟ إثمه. نعم. ثانيا وأن يكون طويلا حسب ما تقدم في القصر من الأقوال في المذهب بخلاف الظاهرية وغيرهم. الشرط الثاني هو السفر الطويل. شوف الفقهاء عموما في الغالب يفصلون في السفر بين السفر الطويل والسفر القصير. فالسفر الطويل هو المبيح للفطر والقصر، وأما السفر القصير فيطلق عليه اسم السفر ولكن لا يبيح القصر ولا يبيح الفطر ولا يبيح رخص السفر. ووجه التفريق أن تحديد مسافة السفر حددوها وهي مسافة طويلة، يعني ثمانية، هي 48 ميلا، وهذه مسافة طويلة خاصة بآلات بوسائل السفر قديما، الدواب إما الحمار أو البغل أو الفرس أو الإبل أو على الأقدام ونحو ذلك. فقالوا السفر الأحكام الرخص متعلقة بالسفر الطويل، السفر القصير لا تتعلق به الأحكام. فهنا قال أن يكون طويلا حسب ما تقدم في القصر من الأقوال، يعني في بداية الكتاب قلنا رتبه كتاب الطهارة كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة ذكر أنواع ومنها صلاة القصر، ومنها نبحث في مسافة القصر، وذكر أن مسافة القصر في قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة هي 48 ميلا، وقال بعض العلماء هي 40 ميلا، وقال أبو حنيفة هي مسافة 3 أيام ولياليهن. لماذا؟ لأن ألفاظ الحديث جاءت لا يحل لامرأة أن تسافر دون محرم، أن تسافر يوم وليلة دون محرم، أن تسافر يومين وليلتين دون محرم، أن تسافر 3 أيام بلياليهن دون محرم، فجاء لفظ السفر بذكر 3 أيام ولياليهن. وجاء في الرخصة في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، فأخذ أبو حنيفة أكثر ما حدد في السفر، فقال المسافة التي تقطع بوسائل السفر القديمة تقطع في مدة 3 أيام ولياليهن هذه مسافة السفر، ودونها ليس بسفر.
الظاهرية قالوا كل ما يصح أن يطلق عليه اسم السفر فهو ماذا؟ سفر، ولو خرج ميلا أو ميلين أو ثلاث أو فرسخ أو أقل أو أكثر. هذا هو الخلاف الذي أشار إليه سابقا حسب ما تقدم في الأقوال في المذهب ومن خلاف الظاهرية وغيرهم. والمذهب وقول الجمهور الأئمة الأربعة أن السفر 48 ميل، والميل قريب من 1 كيلو، من 2 كيلو، يعني 1.8. 1.8 تضرب 1.8 في كم؟ في 48، في 48 يعني يضرب في 50 في 48 90 نحي منها 2 في 18 كم؟ 36 3.6 90 نحي منها 3.6 كم تلقى؟ 86.4 تقريبا، صح؟ لكن هم يختلفون بين 76 78 إلى قريب من 84 تقريبا. حول هذا تدور مسافة السفر. قيل المشهور 48 أخذا بأقصى شيء، لكن منهم من يجعله 76 78. المهم المسافة تدورها في هذه النواحي، فهذا يعد سفر في قول جماهير العلماء. وجاء فيه آخر، جاء حديث مرفوع لكن لا يصح السفر فيما في يعني في 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 أربعة برد، أنه إذا كان سافر في أربعة برد يقصر. وأيضا قيل لابن عباس في كم يقصر؟ قال فيما بين مكة وعسفان، عسفان قريبة من جدة، فقاس ما بينهما فإذا هي 4 برد. وجاء في آثار أخرى كذلك وهو قول الجماهير. لهذا سافر 4 برد يعد سفرا، وما زاد كذلك. أما ما كان أقل منه فيظهر أنه إذا تعارف الناس على أنه سفر فهو كذلك، وإلا فلا. شرط الثاني، الثالث، وأن لا ينوي إقامة 4 أيام في خلال سفره. إذا سافر لا ينوي إقامة 4 أيام، لماذا؟ قالوا لأن إقامة 4 أيام هذه حال المقيم، هذه حال المقيم. واستدلوا بماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للحج من مدينة مكة دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، صبيحة الرابع من ذي الحجة، الرابع من ذي الحجة 5 6 7 وشوية من الرابع. صبيحة الثامن خرج إلى منى. في مكة كان يقصر، في مكة كان يقصر. صبيحة الثامن خرج إلى منى، أبقى 8 و9 و10 ثم نزل إلى ماذا؟ إلى مكة، فطاف وسعى ثم رجع إلى منى، فبقي 11 12 13 انصرف إلى المدينة. إذن كم بقي؟ ما زاد على 4 أيام، قصر فيها. ثم إن المهاجرين الذين هاجروا من مكة المدينة وبعد ذلك صار يعتمرون لم يؤذن لهم أن يبقوا أكثر من 6 أيام، فينزل يبقى 3 أيام ثم يخرج. لماذا؟ قال لأنهم أمروا أن لا يبطلوا هجرتهم، فأذن لهم أن يبقى 3 أيام. إذا دخل مكة بقى 3 أيام مخرج لا يزال مسافرا، فإذا زاد على ذلك صار ماذا؟ مقيما، وبالتالي أبطل هجرته. ولهذا سعد لما أدركته المرض الشديد قال يعني يرجع أصحابي المدينة وأخلفها هنا، وخشي أن ماذا؟ تذهب عليه هجرته، في هجرته. فكان الصحابة بعد إذا نزلوا مكة يبقون فيها 3 لا يزيدون ويرجعون. فإذا البقاء 4 أيام فأكثر هذا حال المقيم، والمهاجر لا يبطل هجرته. فقالوا إذا أكثر ما يكون أكثر ما يبقى المسافر ليبقى مسافرا 2 3 لا يزيد على 4، وعليه
إذا ذهب إلى ذاك المكان ناويا أن يبقى فيه 4 أيام فزيادة، أول ما ينزل مقيم، أول ما ينزل مقيم. طيب إذا ذهب إلى مكان ناويا أن يبقى يوما أو يومين أو 3 فهذا مسافر، فإن بقي يوما يومين 3 4 مسافر، إذا زاد على الرابع ينظر، إذا كان جازما في البقاء صار مقيما، وإذا كان مترددا أبقى وأقضي حاجتي صباحا وأسافر ظهرا، لم تتيسر سأسافر ظهرا أو غدا مساء صباحا غدا وبقي ولم تقضى حاجته ولا يزال معلقا، فهذا مسافر ولو مضى على هذا 6 أشهر أو أكثر ما دام لم يجزي. وهذا في قول جماهير العلماء، إنما يختلفون في فروع، في الفروع ما هي؟ هل يحسب يوم الدخول أو لا يحسب؟ وهل يحسب يوم الخروج ولا لا يحسب؟ فمنهم من لم يحسب لا الدخول ولا الخروج، ومنهم من يحتسب الدخول ولا يحتسب الخروج، ومنهم من يحتسب الخروج لا الدخول، ومنهم من يحتسبهما. والحنابلة قيدوها بـ20 صلاة، موش 4 أيام، قال 20 صلاة. إذا صلى 20 صلاة، الصلاة 21 يصليها مقيما وليس مسافرا ما دام جزم البقاء، أما إذا كان متردد فهو في حكم المسافر. فالشرط الثالث ماذا قالوا؟ وأن لا ينوي إقامة 4 أيام في خلال سفره. فين الدليل؟ ما قد ذكرناه لكم مما ذكره أهل العلم، ثم نقلوا ذلك عن جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. بعض العلماء أو من العلماء خالف وقال بل هو مسافر ما دام ناويا السفر، بقي يوما أو يومين أو 3 أو 4 أو أكثر أو أقل. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتح مكة، كم بقي في مكة؟ 10 أيام، بقي في مكة 10 أيام. طيب في غزوة تبوك كم بقي في غزوة تبوك وهو نازل؟ قيل 17 وقيل 19 وقيل 21، لكن أكثر الروايات 19 19 يوم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة السفر أقصاها 19، فإذا بقى 19 يوم قصر، إذا زاد على 19 فإنه يتم، فإنه ماذا؟ يتم. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والأظهر والله أعلم أنه ما دام مسافرا فإن له رخصة السفر، إذا نوى الإقامة صار ممكنا. الرابع وأن يبيت الفطرة قبل الفجر في السفر، فإن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل بخلاف الإقامة فإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون الفعل. طيب وأن يبيت الفطرة قبل الفجر في السفر، يعني إذا كان السفر مباح والمسافة طويلة 4 مرات فزيادة ولا يبقى 4 أيام، فلا بد أن يبيت الفطرة قبل الفجر، قبل الفجر ينوي باللي ما يصومش يفطر. أما إذا نوى الصيام وطلع الفجر فسيأتي، يلزم الصوم على المذهب. قال فإن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل. شوف فرق بين السفر والقصر. إذا نويت السفر عند جماهير العلماء وكتاه يبدأ السفر مجرد النية، الآن أنت في البيت نويت السفر، أتصلي الظهر كم؟ 4 ولا زوج 4. إذن السفر فيه نية وفيه عمل، ما هو العمل؟ الخروج. فإذا نويت السفر وخرجت من البيت وأدركتك صلاة الظهر وغابت عنك قريتك أو مدينتك قصرت، فقالوا السفر لازم نية وفعل، بخلاف الإقامة لما تنزل في مكان وتريد أن تبقى نويت الإقامة خلاص 6 مقيمة كشف فعل.
وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر. قال بخلاف الإقامة فإن توجب الصوم والإتمام بالنية دون الفطر. هذا الشرط الرابع. فإذا توفرت هذه الشروط أبيح الفطر للصائم للمسافر، والمذهب أن الأفضل والصوم على ما ذكرنا وأشرنا من الخلاف. واضح؟ طيب، يعني أن يبيت الفطر قبل الفطر في السفر. لو بيت الصوم هل يجوز أن يفطر؟ المذهب لا يجوز، وسيأتي التفريع ونذكر فيه الخلاف. قال والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطرة، فيجوز له إجماعا. أعطيك حالات هنا. لو سافر الإنسان قبل الفجر توفرت الشروط ولا لا؟ سفر مباح، مسافة أربعة برد، لا ينوي إقامة أربعة أيام، سافر قبل الفجر ونوى الفطر، والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر، فيجوز له أن يفطر إجماعا لا إشكال. هذا حال. طيب، قال أو يسافر بعد الفجر. ها، يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة. من هم؟ مالك، أبو حنيفة، الشافعي. لأن طلوع السفر نهارا بخلاف طلوع المرض، وأجازه ابن حنبل. قال أو يسافر بعد الفجر، أنت ناوي غدا تسافر، واكتشف ده السفر تاعك بعد الفجر. طيب، إذن دخل عليك يوم رمضان وأنت مقيم ولا مسافر؟ مقيم، لأن قلنا السفر ما تكفيش النية، لازم نية وفعل. ما زال ما خرجتش، طلع الفجر وما زال ما خرجتش، فأنت مقيم. دخل عليك رمضان وأنت مقيم، ما الذي يجب عليك؟ أن تنوي الصوم، أن تنوي الصوم أو يسافر بعد الفجر، فلا يجوز له الفطر. أنت طالب لي غدا تسافر بعد الفجر، لا يجوز لك الفطر. فقال لا بد أن ينوي الصوم، لأن غدا سيدخل عليه وهو ماذا؟ وهو مقيم. والخطاب بالصوم موجه للمقيم ولا يجب على المسافر. وأنت لم تسافر، لأن النية وحدها غير كافية ليحكم عليك بأنك مسافر، بل لا بد من فعل وهو الخروج ولم يكن. فهنا لا يجوز له الفطر عند من؟ قال عند الثلاثة، لا يجوز له الفطر عند الثلاثة. لماذا؟ قال لأن طلوع السفر نهارا بخلاف طلوع المرض. يعني ما تقيسوش بالمرض، تأتي وتقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المرض طارئ عليك ولا قوة لك في دفعه. وأما السفر فأنت الذي أنشأته، وأنت تعلم أنك ستخرج بعد الفجر، وبدخول النهار أنت مقيم مخاطب. قال وأجازه ابن حنبل، الإمام أحمد أجازه، والدليل مع الإمام أحمد، الدليل مع الإمام أحمد. وهذا فيه جملة من الأدلة، وقد ثبت عن أبي بصرة الغفاري أنه جهز له سفره، فنادى الغلام أن يأتيه بطعامه، فقال تأكل أنت في البيت؟ قال أترغب عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه كان إذا أراد أن يسافر جهز له أكله في بيته، فأكل ثم خرج ويخرج بعد الفطر. فدل ذلك على الجواز، دل هذا على الجواز. قال فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال. يعني لو أنه نوى أن يسافر بعد الفجر وأفطر قبل أن يخرج، فهل يجب عليه الكفارة؟ ثلاثة أقوال. يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا يسافر فتجب. يعني بعض العلماء قال
ما دام يسافر بعد الفجر مذهب مالك، ما دام يسافر بعد الفجر مذهب الثلاثة، فيجب أن يبيت الصوم. فإذا لم يصم وأفطر قبل أن يخرج من بيته، فقال بالاتفاق يجب القضاء، لكن في قول في المذهب تجب عليه الكفارة لأنه انتهك الحرمة، وفي قول لا تجب عليه الكفارة لأنه متأول تأويلا قريبا، وفي قول ثالث قال إذا سافر وذهب يلزمه القضاء فقط، أما إذا لم يسافر فيلزمه ماذا؟ القضاء والكفارة. قال هذا إذا أفطر قبل الخروج، وإن أفطر بعد الخروج فلا كفارة على المشهور، خلافا لابن كنانة من علماء وفقهاء المذهب. والأظهر والله أعلم أنه ماذا؟ له أن يفطر. والحاصل في المسافر، الحاصل في المسافر أن يدخل عليه رمضان وهو في السفر، فلا إشكال هذا في أنه له أن يفطر، وأن يدخل عليه رمضان وهو مقيم، وهو ماذا؟ وهو مقيم يريد أن ينشئ السفر، أو أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم يريد السفر. فأما الحالة الأولى إذا دخل عليه رمضان وهو مسافر فهذا يجوز له الفطر لا إشكال. إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم، وهو مقيم فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يصوم، يجب أن يصوم. إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم ويريد السفر، يريد ماذا؟ السفر، فله أحوال. إذا كان يريد السفر ليلا وخرج ليلا ونوى الفطر فله أن يفطر لا إشكال. إذا خرج ليلا ونوى الفطر فكذلك نوى الفطر. إذا خرج ليلا ونوى أن يصوم فهل له أن يفطر في نهاره ولا أو لا؟ على المذهب ليس له أن يفطر، وعلى المرجح عند الشافعية كذلك، وعند الحنابلة يجوز أن يفطر وهو الصحيح. إذا كان خرج بعد الفجر فإن الصيام فعند الجمهور مالك والشافعي وغيره يجب أن يصوم وليس له أن يفطر، وعند الحنابلة إن نوى الصيام وسافر جاز له الفطر، والدليل معه لحديث ابن عباس وجابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح مسافرا إلى مكة، ولما بلغ كراع الغمام أو الغمين أفطر صلى الله عليه وسلم، وهذا الفطر كان قريبا من آخر النهار بعد العصر، وقد خرج وهو ماذا؟ وهو ناوي الصيام، بل خرج في بعد مضي قريب من 10 أيام من رمضان. دل هذا على أن من دخل إلى رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر أثناء رمضان. أنا طيب. قال فرع: من كان في سفر فأصبح على نية الصوم لم يجوز له الفطر إلا بعذر. هذا سبق أن ذكرنا وهو مذهب أيضا الشافعية والأحناف كذلك، لكن الحنابلة يجوز ذلك بدليل ما ذكرنا من الأحاديث، إلا لعذر. إذا كان العذر له واضح، مرض، مشقة، الأكل لمقارعة العدو ونحو ذلك. وأجازه مطرف من غير عذر، وهو ماذا؟ مذهب الحنابلة كما ذكرت. وعلى المشهور إن أفطر ففي وجوب الكفارة 3 أقوال، يفرق في الثالث بين أن يفطر بجماع فيجب أو بغيره فلا يجب. يعني من كان في سفر فأصبح ناويا للصوم فعلى المذهب لا يفطر، وإذا أفطر قيل يجب القضاء ولا تجب الكفارة، وقيل يجب القضاء والكفارة، وقيل إذا أفطر بأكل قضى وإذا أفطر بجماع فإنه ماذا؟ يكفر. والأظهر كما ذكرت أنه ماذا؟ أنه يجوز له الفطر
على ما يدل عليه الدليل. نعم. قوله فإن أفطر قبل الخروج وجوب الكفارة ثلاثة أقوال، هذا ذكرناه، قيل بالكفارة وكان منها، وقيل إذا سافر لا قضى، وإذا لم يسافر كفر. عند الإمام أبي حنيفة من نوى السفر ليس له أن يفطر، وإذا أفطر فالكفارة مطلقا، خلافا للشافعي قال القضاء فقط. نعم. قوله ومن كان في سفر فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا بعذر، وأجازه مطرف من غير عذر، وكذلك غيره وهو مثل أحمد كما ذكرت. وأما إن أفطر ففي وجوب الكفارة التقوال كما ذكرنا. الإمام أحمد يقول لا تجب عليه الكفارة، وقال أبو حنيفة الشافعي يجوز له الفطر بجماع وغيره، وإنما يلزمه القضاء فقط. طيب، انتهينا من كلام المسافر. قال وأما المريض فله أحوال، وأما المريض فله ماذا؟ أحوال. الأولى أن لا يقدر على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض، أو الضعف إن صام، فالفطر عليه واجب، وهذا في قول جماهير العلماء، في قول جماهير العلماء. إذا لا يقدر على الصوم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر لما فيه من المشقة العظيمة، ومثله يلحق به المرض إذا كان يصيبه تصيبه المشقة العظيمة. إذا خاف على نفسه الهلاك بهذا المرض يجب أن يفطر، إذا خاف الضعف إنسان يجب أن يفطر. هذا واحد. الثانية أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز، وقال ابن العربي من المالكية أبو بكر العربي يستحب إذا كان يجد في الصوم مشقة زائدة على الحد المستطاع، وإلا فالصوم فيه نوع من المشقة، المقصود المشقة زائدة على الحد، فيجوز له أن يفطر، وقال ابن العربي يستحب. الحالة الثالثة أن يقدر بمشقة لكن ويخاف زيادة المرض، يعني ماذا؟ هو مريض يخاف لو يصوم يجد نوع مشقة، ولكن أيضا المرض يزداد قليلا، فما حكمه؟ ففي وجوب فطره قولان، قيل يجب أن يفطر، وقيل لا يجب، يعني جائز أو مستحب. نعم. ولا شك أن أفضل هنا الفطر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن صام جائز. الرابعة أن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين، فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين. الحالة الثالثة أعيدها أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان، قيل يجب الفطر وقيل لا يجب، وبعضهم رجح وجوب الفطر للمشقة والمرض. الرابع لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين. ها، لا يشق عليه مريض لكن لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض، فالجمهور قال لا يفطر، ابن سيرين قال يفطر. لماذا؟ لعموم الآية، فمن خاف من كان منكم مريضا أي مرض كان، وهو مذهب الإمام البخاري وإسحاق والضاهوية وغيره. قيل أن البخاري أصابه مرض وهو ألم في إصبعه، فجاءه إسحاق بن راهوية وهو من شيوخه يزوره في الصيام في رمضان، فإذا به صائم مفطر، قال أفطرت؟ قال نعم، ثم أسند له بسنده إلى بعض التابعين عطاء أو السيدين أو قتادة وغيره قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي مرض ولو كان وجع الرأس أو الصداع أو ألم الضرس
والسن أو نحو ذلك، ولو كان خفيفا قالوا لأن هذا من باب التيسير ويلزمه القضاء. ويلزم ماذا؟ القضاء. نعم. فروع خمسة. قال الفرع الأول إذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام ثم زال عذره لم يجوز له الفطر. إنسان مريض ونوى أن يصوم ولما أصبح زال المرض لا يجوز له الفطر. لماذا؟ لأن الوصف زال. إنسان مسافر وأصبح بنية الصيام ثم رجع إلى محل إقامته وهو ناوي الصوم لا يجوز له أن يفطر. لماذا؟ لأن الوصف المبيح للفطر قد زال. وإذا أصبح على نية الفطر ثم زال عذره جاز له الأكل بقية يومه. لماذا؟ لأنه نوى الفطر ولا يمكن يصوم، لا توجد النية. إنسان مريض ومرضه ليلا لا يزال ليلا فلم ينوي الصيام وقال غدا ما دام المرض غدا يفطر. لما طلع الفجر وقبل أن يأكل وربما أخر الأكل صح جسمه وذهب مرضه وبرئ، هذا لم ينوي فلا صيام له، هذا يأكل وبقية يومه. كذلك المسافر، إنسان مسافر وأثناء السفر قال أنا غدا ما لا أزال في سفري فلم ينوي الصيام وقال أنه يفطر، لما أصبح طرأ له عذر فرجع إلى بيته وكان لم يأكل بعد، هذا لم ينوي الصيام فيفطر ويتم بقية يأكل بقية يومه. وكذلك من أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال عذره في بقية يومه خلافا لأبي حنيفة. وكذلك يعني سائر الأعذار، سائر الأعذار. وكذلك من أصبح مفطرا لعذر مبيح يعني غير المرض وغير السفر ثم زال العذر في بقية يومه فإنه يأكل بقية يومه. أبو حنيفة يقول لا يأكل. فعلى المذهب إن قدم مفطرا فوجد امرأته قد طهرت نهارا جاز له وطؤها، ما دام قلنا يجوز له أن يأكل وفي هذا اليوم لأنه لم ينوي، ففرضا جاء وإذا بزوجته كانت حائضا وطهرت وسط النهار واغتسلت يعني لم تصم لأنها طهرت وسط النهار، فهل يجوز له أن يجامعها؟ يجوز، لأن عذرها في الإفطار عذر شرعي وكذلك عذره هو عذر شرعي فله جاز له وطئها. قال الفرع الثاني لا يصلح لمريض ولا لمسافر أن يصوم تطوعا في رمضان. واضح. إنسان مريض قال فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يجوز أن يفطر في رمضان، فيقول أنا ما دام يجوز نفطر في رمضان يصوم شيء آخر فرضا أو نذرا أو كفارة أو نفلا، ما يجوز، رمضان ليس محل إلا لرمضان. ومثل ذلك المسافر، مسافر في رمضان يحل له الفطر فيقول أنا أصوم صوما آخر، هذا لا يجوز بل يصوم رمضان، أن يصوم تطوعا في رمضان سواء صيام تطوع أو صيام واجب غير رمضان. وهذا في قول جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول لا يفعل، فإن فعل جاز. ومذهب الجمهور أقوى. الفرع الثالث قال إن صام المريض أو المسافر في رمضان أجزأهما، وقال الظاهرية عليهما القضاء،
لماذا؟ الظاهر قال الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقالوا المسلم إذا دخل رمضان إما أن يكون صحيحا مقيما أو مريضا أو مسافرا. الصحيح المقيم يجب عليه أن يصوم، المريض يجب أن يفطر ويقضي، المسافر يجب أن يفطر ويقضي، قال خلافا للظاهرية. ولكن الصحيح هنا أن الظاهرية يوجبون القضاء على المسافر فقط لا على المريض. ففي تعميم المؤلف هنا محل نظر، إن صام المريض المسافر في رمضان أجزأه، وقال الظاهرية عليه القضاء فقط، إنما القضاء عند الظاهرية في حق المسافر لا في حق المريض. فالظاهرية يرون أن المريض يجوز له أن يرون أن المريض إذا صام صح صومه، أما المسافر فيقول يجب أن يفطر، وإذا صام لا يصح صومه ويجب أن يقضي. هذا قول الظاهرية، وقول الجمهور هو الصحيح بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها أنهم كانوا في رمضان وكان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صام أن يقضي لأن صومه صحيح. الفرع الرابع، لا يشترط المتابعة في قضاء رمضان عند الجمهور خلافا للحسن البصري والظاهرية، خلافا للحسن البصري والظاهرية، يعني إذا أفطر المسافر أو المريض يجب عليه القضاء، إذا جاء ليقضي لا يجب أن يتابع، لا يجب أن يتابع. قال ابن عباس وقال أبو هريرة تابع إن شئت أو فرق إن شئت. وجاء في بعض الآثار عن بعضهم قال ليصومه كما أفطره، يعني أفطر متتابعا يصوم متتابعا، لكن ليس هذا من باب الوجوب، من باب الاستحباب، من باب المبادرة والمسارعة في الطاعات، خلافا لمن ألزم التتابع. نقل حسن البصري والظاهرية، نقل في قول ابن حباس وفي الأسناد نظر، ونقل عن غيره. والصحيح أن الأفضل والمستحب أن يبادر إلى القضاء وأن يبادر بالمتابعة من باب المسارعة في الطاعة، لكن لا على سبيل الوجوب. الفرع الخامس، من كان عليه الصيام فمات قبل أن يقضيه لم يصم عنه أحد عند الثلاثة، أي عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. يا سلام. وقال ابن حنبل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه في المذهب، ولا يطعم عنه في المذهب. وقال الشافعي وغيره يطعم لكل يوم مسكينا. نتم بعد الأذان إن شاء الله.